طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. الله يخليك جوانا بطرق النعاد والدجداش البيضة. شوفهم الآن امبراطوريات. عن من تتحدث انت الآن؟ عندنا أحزاب إمكانياتها أعلى من الدولة العراقية. احنا وين رايحين؟ أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث في بداية هذه الحلقة حول ما حدث يوم أمس في محافظة كربلاء. البارحة انفجر كدس للأسلحة، كان انفجار كبير جدا. الكدس كما تشير مصادر صحفية بأنه تابع لميليشيا الحشد. هذا الانفجار أدى إلى تطاير قذائف وصواريخ، ما أدى إلى تدمير منازل، مقتل أشخاص، إصابة، تدمير منازل. طبعا سيارات الإطفاء بقت لساعة متأخرة من ليلة أمس تحاول إخماد الحرائق، لأن كان الانفجار كبير جدا. خلونا نشوف المقطع الأول اللي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اللي يظهر الانفجار الكبير لهذا الكدس للأسلحة التابع لميليشيا الحشد في محافظة كربلاء. نعم، يعني شفنا أنه يعني هذه بداية الانفجار. انفجار يبدو من التصوير كبير جدا. آثار هذا الانفجار، يعني تتحدث مصادر صحفية في محافظة كربلاء بأن مخزنا للأسلحة والعتاد تابع لميليشيا الحشد انفجر قرب مجمع الكليني، ويعد الحادث هو الثاني في محافظة كربلاء خلال شهرين، حيث انفجر مخزن آخر في بلدة خان الربع جنوب شرقي كربلاء في تموز الماضي، ما خلف 15 جريحا. بالنسبة للإصابات الحصيلة أولية، مصادر أمنية تحدثت بأنه قتل شخص وأصيب 19 آخرون بانفجار مخزن سلاح تابع لميليشيا الحشد شمالي محافظة كربلاء. وأضافت المصادر بأن الانفجار أدى إلى تضرر عدد من المنازل التي سقطت عليها الصواريخ، وطبعا أغلقت القوات الحكومية طريق بغداد كربلاء إثر انفجار هذا المخزن. خلونا نشوف كيف أحد مواطني محافظة كربلاء وهو يصور الانفجار ينطلق أو تنطلق قذيفة هاون باتجاه هذا المواطن. خلونا نشوف. نعم، شفنا القذيفة في اللحظات الأخيرة للمقطع كيف انطلقت باتجاه أحد المواطنين اللي يصورون الانفجار. طبعا آثار الانفجار واسعة على المنازل. ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اخترنا مقطع لتدمير أحد المنازل القريبين على انفجار هذا الكدس. خلونا نشوف تدمير منزل أحد مواطني محافظة كربلاء بسبب انفجار كدس تابع لميليشيا الحشد. هاي شوضية في طارع مارك تشيل مضيع عارف هاي النفات مواطن هذا هو الحشد شوف
شنو حسين لو ما كان كريم غير تلقى ينزل جوا هذا. نعم شفنا منزل هذا المواطن، يعني الصواريخ القذائف واقعه على بيته، وشفنا الاضرار كبيره في منزل هذا المواطن، وهو يصور حتى هناك يعني بقايا وشظايا للعتاد المنفجر الذي وصل الى منزله، من ضمنها قذائف الهون اللي اخترقت سقوف المنزل. معنا اتصال من كربلاء ابو علي، تفضل ابو علي. السلام عليكم عمي. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا اهل بيك. الله يخليكم، اللهم احفظ العراقيين جميعا. امين يا رب. اللهم واحد كلمتهم، اللهم ايدهم، اللهم انصرهم. حبيبي عمر، هذا الميليشيات ابو الفضل العباس، هاي كل المخزونه لقتل بعض العراقيين حقيقه. وهاي راح يجونك هسه يفتحون لك بها على اساس تحقيق وتروح مثل مال الشيخ صدر، مثل مال الحبيبيه، مثل مال سبع ابكار، مثل مال هم كان كدس بسبع البور واطراف الشعله، هاي مستمره لانه يخلونا في اماكن هم يعني حد ما حد يعرفها بس القليل اللي، ولكن الله جاي يفضحهم لانهم بيقتل الانسان العراقي للي يعترف، للي يقول اقل شيء، لان هاي الدوله استقوائيه، هاي الاحزاب ما تعرف شيء اسمه ديمقراطيه مطالبة بالحق، هاي يعني هم الناس استقوائية. بعدين كل حزب عنده مهجب، كل حزب عنده مكان، كل حزب يعني احنا هسه العراق دويلات اصلا، ماكو هذا الكذب. وزير الخارجية ورئيس الوزراء ما عندنا احنا الى متى؟ وبعدين اكو تقدم داير ما داير، بالخصوص بالحسينيات هسه عندك بد مكان بالرحمانيه مال الشعله، هم تسوي لهم مخزن ما بين الرحمانيه والغزاليه، مخزن كلش كبير. وسالت قلت لهم ليش هذا؟ قالوا خاف يهجمون علينا من ناحية الغربيه. يعني هاي المخازن بس قتل العراقيين استاذ عمر، والله قاعد يفضحهم. هاي يد الله الخفيه، العراقيين طيبين. نعم. فارجو من الاخوه اللي كل ما كان ان يبلغون، يعني هو يكون ناس، انا من ناس عندل ورحت بلغت ورادوا هسه، يعني لا تجي واقول لك حتى راد يقتلوني. اكو مخازن اللي بينت هسه قليله ومخفي وفاء اعظم واكبر استاذ عمر. نعم زين ابو علي، اريد اسالك ابو علي، يعني هذا الانفجار برايك من يوقف وراه؟ يعني معقوله انه بسبب الحار؟ لو برايك اكو متسبب، بما انه انت من اهالي كربلاء، شو سمعتوا؟ انا اللي اعرف الخزن ماله مو 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 طبيعي، وانا اقول ان كان واحد يفجره فيد الله، واذا ما كان واحد يفجره هم يد الله. ليش؟ لانه هاي يقتلون بها العراقيين، والله استاذ عمر يقتلون بها العراقيين، مو بس هاي. اللي اتعس من هاي استاذ عمر انه اكو سجون خارج نطاق الدوله، يعني لما حزب عنده سلاح وعنده ناطق وعنده فلوس وعنده وضعيات وعنده سجن. نعم. دوله ضد دوله ويستقوى بالاجنبي. يا حبيبي يا عمر، هاي مصيبتنا. وانا اشكرك علي الحبيب، رحم الله والديك. والديك ابو علي من كربلاء كان معنا. طبعا كذلك يعني مستودع للاسلحه انفجر قرب قريه كاني في مدينه اربيل، ومصدر امني تحدث بان المستودع للاسلحه قرب قريه كاني قرجاله يعود لقوه الاسناد الاولى في قوات البشمركه، انفجر في الساعه 11 من ليله امس الاحد من دون معرفه الاسباب. بالنسبه لانفجار محافظه كربلاء، طبعا اللي أشرنا إلى أنه لساعة متأخرة من ليلة يوم أمس سيارات الأطفاء تحاول إخماد الحرائق الهائلة التي تسبب بها الانفجار، والذي امتد إلى مساحات واسعة قريبة من الانفجار. خلونا نشوف مقطع سيارات الأطفاء وهي تحاول إخماد هذه الحرائق. Thank you.
نعم. طبعا يوم هيئة علماء المسلمين أصدرت بيان حول ميليشيات الحشد في العراق، يعني أكدت الهيئة بأن الحكومات المتعاقبة في بغداد أوغلت في دماء العراقيين بتغطيتها المستمرة والحثيثة على ميليشيا الحشد وجرائمها الطائفية المستمرة. الحكومة المتعاقبة، الهيئة قالت في بيان لها بأن نشاطات عصابات الجريمة المنظمة أخذت تتزايد وتيرتها يوما بعد آخر، حيث كثرت من حيث ازدادت حوادث القتل والسطو المسلح والسرقة والاعتداء والابتزاز والاتجار بالمخدرات وسرقة الأعضاء واقتحام المنازل والاختطاف القسري للمواطنين في المناطق والمدن التي تخضع لسيطرة الحكومة الحالية وميليشيا الحشد. البيان أوضح بأن هذه الظاهرة تنشط وتتوسع ويزداد حجمها ومساحتها بسبب الدعم الذي تتلقاه العصابات من قوى سياسية وأجهزة أمنية، فضلا عن تحركها بمسميات عديدة وتحت غطاء ميليشيا الحشد الذي يسمح لعناصرها بالتنقل بأسلحة وملابس مدنية، مشيرا إلى تحول كثير من عناصر ميليشيا الحشد إلى عصابات تزعزع الأمن والاستقرار وتزرع الخوف والهلع في قلوب المواطنين. الهيئة شددت على وجوب التصدي لهذه الظاهرة، كون هذه العصابات ما زالت تشكل عامل خوف ورعب وقلق للشعب العراقي في ظل وجود سياسة داعمة ومساندة لها من قبل الحكومة الحالية ووجود عناصر أمن متعاونة معها وميليشيات متسلطة متورطة أوغلت في دماء العراقيين. معنا اتصال أبو أحمد من النجف. فضل أبو أحمد. حياكم الله أستاذ عمر. حياكم الله. يا أهلا وسهلا بك. الله يحفظك الله يخليك. يا أهلا بك. شفت أنت انفجار الأسلحة، كدس الأسلحة التابع للحشد في كربلاء؟ أكيد يعني والله أستاذ عمر، يعني ما أعرف شو أقول، يعني شو تريد تحكي؟ هاي الأبرياء شنو ذنبها يعني هاي الناس؟ نعم طبعا يعني أكو قتلى وأكو جرحى، ومثل ما شفنا منازل مدمرة. إي أعرف يعني تشوف الناس يعني حتى دم يردون بالمستشفيات ماكو، اللي من سببها الناس اللي صوبت والناس اللي راحت. نعم يعني هاي الناس شنو ذنبها؟ نعم يعني برقبة من هاي الناس. زين برأيك هذا الانفجار مقصود؟ اكو احد وراه؟ لو بسبب التخزين؟ والله لا تقول لي ما مقصود. نعم يا اخي، هم بيناتهم، هم عصابات بيناتهم، وطايح بيها البريء. نعم اي يعني فلان يروح على فلان وفلان يجي على فلان، هو قاعد بيها ابن الخالة. زين هاي الناس شنو ذنبها؟ يعني فوق ما هذا الظلم اللي عليهم يعني تجون تسوون هيك بيهم؟ يعني انت عندك هاي صحراء خير من الله، اروح اخذ سلاحي اخذ عسادي واخليه بالصحراء، شنو مخليه بنص الناس؟ نعم والله بعد يا استاذ ملينا وجزعنا من الحكي. يعني هاي نقول سلمية ومظاهرة سلمية والله ما يفيد لهم السلمية، والله العظيم ملينا، نطلع نصيح نريد، حرقنا لنا كم حزب ما يفيد لهم، احزاب حرقناها رجعوا صلحوها. نعم ايش عايزين هم؟ نعم ابو احمد، عندك شيء تضيفه ابو احمد؟ زين الحكومة أبو أحمد ماشي، هسه إحنا عرفنا جايين مخزنين. ماكو حكومة تمام. أستاذ عمر حكومة ماكو حكومة. يعني معقولة حكومة يا أبو أحمد إذا تسمح لي، معقولة أنه طبعا نتذكر انفجار الصدر، مدينة الصدر قبل مدة ليست بعيدة، سوى ما سوى بالناس وهذا الانفجار الثاني في كربلاء. نعم. وتحدث انفجارات العام، هم قبل حوالي أكثر من سنة هم صار انفجار في بغداد نتذكر، كان تابع لميليشيا العصائب. صحيح. زين استخبارات الجيش الداخلية ما تدري اكو هنا انا كديس، ما تقولهم عمي ما يخالف ابو احمد، بس تعال خزنوه مكان زين. انت مو مشي معنا هذا الشيء. نعم انت مو مشي معنا هذا الشيء، يعني هسه العباد يقدر يقول لقيس الخل على طين سلاحك؟ يقدر يقول لابو مهدي المهندس؟ يا قاسم سليماني يقدر له؟ ما يبقى العباد، الله وكيلك ما يبقى، يخاف على منصبه. شنو يوهد الروح هاي تودنا؟ يعني احنا هي معروفه، هي انعرفت بعد.
سالفة معروفة، هي اسم حكومة، يعني احنا تحكمنا احزاب من جوا لجوا، يعني يطلع لك شرف لك باسم الدين، بريء من الدين الله وكيلك. نعم. كرهونا بالدين، كرهونا بالاسلام. لا حول ولا قوة الا بالله. عم قمنا نترحم الصدام، قمنا نقرا الفاتحة الصدام، حتى سواء بالخميسات نسوي الصدام. لا حول ولا قوة الا بالله. اي انا احكي لك واقع حال، احكي لك واقع حال، يعني تجي تشوف وضعيات الناس، عم صار الكثير، صار النايب الفوق السليب، يعني ماكو شو وضعية. نعم. ناس قتلها جوع، قام يحتار شو يسوي؟ انا اقول حقه البشر من يقتل حقه. وين يروح؟ لا شغل، لا عمل، لا كهرباء، لا مي، يعني تشرب الماء مالح، كهرباء تجيك نص ساعة وتطفي، ماكو هيك وضعية. هي انت من تقول لي حكومة، ماكو حكومة، الله وكيلك ماكو حكومة. نعم. وهاي شرطتك وجيشك وهاي كلها ترى تابعة للأحزاب. الشرطي الشريف والجندي الشريف ما يضربوا بين بلده من تصير مظاهرات. احنا نعرف عندنا اصدقائنا ضباط وشرطه، والله ما يتجرأ يضرب له واحد، هذا انسان وطني، بس دول كلهم ميليشيات تابعين للاحزاب الله لا. يشهد. يعني هذا ابو احمد، ايران ايران نعم الله على ايران. يعني هذا الانفجار مو الاول، ولو كان يعني القياده المشرفه على ميليشيات الحشد حريصه على المواطنين، كان من صار الانفجار الاول او الثاني قال لك لا شيلوا الاسلحه ودوها بغير مكان، بس الظاهر الجماعه يقول لك ليه ارخص شيل البشر، شيل اللي يعني يصير خلي يصير. يعني ليش يعني شنو يقول لك انا خايف على البشر؟ لا هم مرض، يقول لك يا مات انا اريد مصلحتي، انطقها طق بطق. نعم. احتمال ابو بدر حارق ابو مدينه الصدر، يجي ابو مدينه الصدر يحرق ابو بدر، يعني هيك نقولها، مال تقول لي واحد ما تصير. زين هي شغله نظاميه، يعني انت ناس قاعده ومنطقه سكنيه تجي تخزن العتاد وتخزن السلاح، وين صايره هذا؟ نعم. انا اعمل سمنت لو مشروع مال ماي ما يصير تخلي. نعم ابو احمد. منطقه سكنيه. شلون بالله مال ماي؟ ما افتهمت عليك، انقطع الصوت. تسمعني؟ نظاميا هي مشروع مال ماي ما يصير تخلي منطقة سكنية، لازم تخليه بعيد، معمل اسمنت تخليه بعيد لازم. نعم. وانه بتجيب عتاد وتخليه بنص المنطقة السكنية، يا اخي ما ادري، ميليشيات. نعم. وعصابات الله وكيلك، وتبهذلت الناس وصار الكتل عادي، يعني عينك اذا شفت هذا الولد اللي طلع وفرغوا المسدس براسه، هذا شنو ذنبه؟ هذا اللي طلع من الجن معروف، يعني معروف حق المعرفه معروف، اللي اختاروا معروفين المنتابعين. نعم تقصد هذا اللي كان يتمرن وطلع من الجيم. اي نعم هو هذا. نعم. الولد الرياضي، يعني هذا شنو ذنبه؟ بياذني. نعم. وهواي ناس اكدوا وقالوا يا بتابعين هيك منظمه، تابعين للعصاب، يا اخي شنو العصاب هاي؟ منين الله جاب لنا؟ نعم ابو احمد. حرمتونا العراق، عمي مشكورين وعلى عيني وعلى راسي، يا اخي شافونا شركم كافي، سلموا سلاح للدوله، اطلعوا رجعوا لاصولكم لايران. نعم. أني أشكرك أبو أحمد من النجف، كان معنا اتصال الغريري من بغداد، فضل الغريري. السلام عليكم أبو خطر. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. الله يبارك فيك، الله يحفظك. الله يسلمك. أستاذ عمر تعقيب صغير على كلام الأخ المتصل من النجف. نعم. يعني يقول من حق المواطن إذا جاع وإذا افتقر أنه يقتل. لا هذا كلام غلط 100%. هذا كلام اللي ينافي الأخلاق والقيم الأرضية والسماوية. لا يمكن الإنسان إذا جاع أن يقتل. لماذا يعني؟ نعم ممكن يسرق من أجل أن يأكل لقمة سد رمقة وسد جوعة، لكن أما يزهق نفس هذا كلام مردود وغير مقبول. وإلا أقول له هو هذا أبو أحمد، أنت شنو فقك عن مالكي وعن العبادي وعن دول القتل الموجودين الآن إذا تقول الإنسان إذا جاع لازم يقتل؟ هذا كلام غلط 100%. هاي مسألة يعني هو الرجل دا يقول أنه هم يخلون الناس، يعني هم المتسببين بانتشار الجريمة بانتشار القتل، هذا اللي كان يقصده.
نعم الغريري. نعم تسمعني؟ اريد نسمع صوتك حول موضوع هذا الانفجار. يوميا ما شاء الله يعني نصبح بكارثه في العراق يوميا. استاذ عمر الله يبارك فيك، هو متى اهتمت هذه الحكومه لحياه عراقي؟ متى وفرت هذه الحكومه دواء للناس الذين هم يعانون من الامراض المزمنه؟ روح شوف يا اخي المستشفيات ليس فيها ادويه، ليس فيها حتى عمليات الجراحيه الكبرى تفتقر الى مواد مهمه بالهذه. المخدر الان الايراني الموجود بمستشفى اليرموك صدقنا عده وفيات تصير بسببه، مخدر ايراني ما اعرف مشكوك بامره يعني. بس هذا يعني هي غريبه انه تجيب كتس عتاد بمنطقه سكنيه هي اللي حتى الان جثث ابناء الموصل والانبار تحت الانقاض. الله يرضى عليك يا استاذ عمر. زين هذه الحكومه انا اعتقد 100% انها تنفذ ما قاله اللعين بوش حينما قال يبقى في العراق 5 ملايين مواطن يؤمنون بالديمقراطيه يكفي. هذه هي الخطه اليهوديه الماسونيه الصهيونيه الصليبيه الصفويه، اباده شعب العراق والسيطره على خيراته. العراق يقف على بحر من 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 من, من نفط. استاذ عمر انت سيد العارفين، العراق فيه من الغاز ما يفوق غاز قطر وحتى روسيا. العراق فيه من الفوسفات والمواد الاخرى شيء رهيب مذهل يعني. الله تعالى يودع خيراته في هذه البلاد، لكن للاسف كل النعم الموجوده بالعراق صارت نقم على شعبه، افضل هؤلاء الكفره. ما جاء حاكم العراق افسد ولا اجرم من هؤلاء الموجودين عملاء ايران وعملاء خامنئي وعملاء الخميني لعنه الله عليهم بلاد فارس. الف رحمه على روح سيدنا عمر والله يرضى عنه في قبر الشريف حينما قال اللهم اجعل بيننا وبين فارس سدا من نار. نعم. نعم الغريري، يعني برأيك أنت هذا الانفجار، احنا سألنا الأخوة المتصلين، يعني انفجار اعتيادي أنه يكون مرة في مدينة الصدر، مرتين في كربلاء، قبلها قبل أكثر من عام في بغداد كان انفجار هائل، هل معقولة هذا يعني انفجارات طبيعية بسبب ارتفاع درجات الحرارة؟ في بعض الأحيان يتكلم هم مسؤولين في داخل ميليشيات الحشيد؟ او سوء التخزين. استاذ عمر الله يبارك فيك، اذا تذكر انفجار الكراده. نعم. انا عندي اقربائي من عشيرتي 5 راحوا، يعني واحد منهم قبل لا يموت اتصل على والدته قال لها دا اشوف الجو دا يشتعل بالكراده وايام عيد والمنطقه مطوقه. استاذ عمر الله يبارك فيك. نعم. يعني ما اقول احنا ناس يعني بدون تفكير لهالدرجه. زين يعني هذه اشياء كلها معده ومرتب لها. واقول يعني اسمح لي ولو اني اشوفك تريد تبعد كلامي حول قضية السنة والشيعة، لكن هذا واقع. أقول من خلالك يعني قناتكم الشريفة وأوجه كلامي للشيعة، أقول لهم والله العظيم والله إيران تكرهكم أكثر من السنة، وإيران راح تبيدكم إبادة كما أبادت السنة. سبب واحد، إيران لا تحب عربيا. إيران عندها مشكلة مع القومية العربية وعندها مشكلة مع الإسلام. إيران يمجدون العنصر الفارسي. أنا أشكرك لغريري من بغداد. معنا اتصال أبو رحيم من ذي قار، تفضل ابو رحيم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. صحتك الله يحفظك. الله يحفظك. بك استاذ، هسه احنا اللي نعرف البيئه هذول يسمونهم البيئه عندنا اللي صاروا وزاره الصحه، اذا معمل يعني يطلع من عنده دخان سام غيره ما يصير داخل المدن. نعم. الحقيقه هو العتب على القائد العام القوات المسلحه انه هذا السلاح يعني السلاح وسائل فرحت الاحزاب اللي يصيحون احنا نريد السلاح يحفر بيد الدوله. يعني هسه بين مده ومده يطلع لك مدينه صدر سلاح للسرايا السلام. وهذا سلاح القوات ما ادري قوات. فهو العتب على القائد العام القوات المسلحه هو يحفر السلاح بيد الدوله. مو العتب على الناس اللي هم يعني كل واحد يدافع عن حزبه. نعم. زين ابو رحيم، يعني يظل هذا مسلسل انفجار الكدس تابع للميليشيا؟ لا الدولة تتدخل، لا الميليشيا مثلا ميليشيات الحشد تضع لها حل وتقول لك لا خلينا نشيل هاي الأسلحة نخليها خارج المدن. هو ما دام الدولة ضعيفة الحزب يقول لك أنا إذا سلاحي داخل المدن أقدر أحافظ عليه. نعم. يعني مستر علي داخل المدن هو يقول أنا ما عندي سلاح والسلاح لازم ينحصر بيد الدولة وكذا، وهذا تسمع الحجم. نعم. أنا أشكرك أبو رحيم كان معنا من ذي قار. معنا اتصال أم عبد الله من بغداد، تفضل يا أم عبد الله.
ام عبد الله تسمعيني؟ السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بيك. نعم اسمعك. اهلا. نعم تفضلي. الو اسمعك تفضلي. نعم استاذ تحيه اول مره لحضرتكم والى كل العراقيين الطيبين. اهلا بيك استاذ. يعني احنا عندنا قوة عسكريه، يعني هل تفتقر انه القوة العسكريه الى اجهزه تعرف مصدر ضرب الاكداس الاسلحه اللي موجوده في العراق؟ أنا أعرف أنه الأسلحة والأكدسة اللي تنفجر هي بفعل فاعل، كلها طائرات تجي مسيرة ليلا وتضرب أكدسة السلاح. يعني أنتوا يا إيرانيين انتهى أمركم في العراق، وأنتوا جماعة اللي ويا إيران انتهى أمركم. فإحنا نعرف أنه أمريكا هي تيجي ويا الحكومة العراقية تخلص شغلتها، خلصت على السنة، خلصت على الشيعة زين، وبعدين قالت انه دمرنا البلد خلاص راح تتجه الى ضرب ايران. فهاي الاكدسة اللي انضربت هي بفعل فاعل، اما امريكا وما اسرائيل وحتى الرصد الجوي اثبت انه طائرات مسيرة هي ضربت كنسل الاسلحة الموجودة، لا بفعل حرارة ولا بفعل اي شيء ولا بفعل المواطنين. يعني هذه احنا لازم نعرف يا عراقيين ان عدونا واحد، يا سنة يا شيعة شوية صفوا قلوبكم، انتوا اتحدوا بيناتكم، اتخذوا واحد شخصية قوية لنصرة العراق، بترفع راسك بالعراقي، لا ارفع راسي بامريكا ولا ارفع باسرائيلي ولا ارفع بايراني. انت عراقي لازم تعيد سيادة العراق، وانت يا الجيش العراقي تعرف انه امريكا تسيركم، فلوش هذا المراوغة من عندكم؟ انتم عراقيين المفروض انهم تتوحدون وتقومون بعملية التوحيد مع الشعب العراقي، كافي. يعني مذلة العراق والله العظيم. يعني القهر اللي نزرعه نتيجة اللي أصاب العراقيين يعني فوق ما يتحمل البشر. نعم. يعني هذا يبكي على أبنائه، هذا يبكي على صديقه انضرب لأنه بيطالب بخدمة أو بيطالب براتب، الجوع قتلهم، الحياة الاقتصادية تدمرت، الحياة الاجتماعية تدمرت، الحياة الصحية تدمرت. إذا الحكومة أصلا خادتنا على صفحة وهي تقوم بعملية تشكيل حكومة، فهذا هذا هذا شغل. هذا إحنا كعراقيين المفروض لازم نستخدم عقلنا، كافي عاد. إحنا ترى دمرنا، يعني أصبح العراق يعني أشوفه دمار. يعني إلى متى إحنا راح نتوحد ونصير إنه أسرة بالبقية الدول؟ شوف الدول العالم وين صارت، كلهم يقدمون خدماتهم إلى أبنائهم إلى شعبهم، وإحنا خالدين ويا إيران بس المذلة وطيحان الحظ وقتل الشباب العراقي. فيا عراقيين اتحدوا، تحياتي لكم. شكرا أم عبد الله من بغداد كانت معنا. أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمه الله. حيا حضرتك وقناة الرافدين. حياك الله الاستاذ العزيز. حياك الله. شو رايك يعني بهذا الانفجار اللي صار؟ يعني انا بس اريد اسال استاذ عمر، هي وين الحكومه عن كل ما دا يجري من انتهاكات تقوم بها هاي الميليشيات المسلحه والحشد؟ يعني كل منطقه سكنيه يخزنون الاسلحه والاعتده والمتفجرات وبدون اي مراقبه طبعا من اي جهه، ولما يصير حادث وتنفجر هاي الاعتده راح يروح الضحيه هو الشعب والعوائل والبيوت القريبه. وصارت قبل فترة بمدينة الصدر لما انفجر سدس عتاد وأسلحة ودمر منازل، وهو راح الضحايا من المواطنين بسبب هاي الانفجارات طبعا. وشنو موقف الحكومة من هاي الأفعال اللي تقوم بها الميليشيا؟ ميليشيا هذا الحشد اللي ما يقدر أحد يوقفه عند حده، لا مرجعية ولا حكومة، لأن هذا الحشد من أفتى السيستاني بتأسيسه قام بأفعال فظيعة، ونفس السيستاني ما يقدر يصدر أمر بحل هذا الحشد. نعم. يعني الحشد مرتبط بولاية الفقيه. نعم. أي احترام من قادة الحشد للسيستاني حتى إذا يريد يصدر فتوى بإنهاء هذا الحشد وحله ما حد راح يسمع كلامه. وبالحقيقة يعني هو كان تأسيسه البث الرعب بنفوس الشعب العراقي، وكل ما تقوم بهاي الميليشيات تغطي عليها الحكومة، لأن مصلحتهم وبقاء السلطة مرهون ببقاء هذا الحشد، وهذا يعني المعممين كلهم راضين على إذلال الشعب العراقي. يعني فصائل ميليشياوية مسلحة تملك أسلحة وأعتدة أكثر من اللي تملك فيالق بالجيش العراقي،
وليش كل هاي الاسلحه والاعتداء ساكته عليها هاي الحكومه المجرمه؟ والى متى يعني بس نريد نسال الله اكبر يا امه محمد، الى متى يبقى الدم العراقي رخيص عندكم؟ استاذ عمر يعني بسبب هاي المناصب والاستحواذ على خيرات البلد لا. الحكومه اتضح ان بان عندها استعداد ينذبح ثلثين الشعب ولا تهتم، لان عندهم اهم شيء المنصب، وقالها الهالكي قبلهم احنا بعد ما ننطيها. يعني مقتدى الصدر عنده جيش، وهادي العامري عنده جيش، وقيس الخزعلي عنده جيش، والبطاط عنده جيش، وغيرهم وغيرهم، ودمروا البلد وبمباركة طبعا من المرجعية والحكومة. إلى متى يبقى الشعب ساكت عليهم؟ إلى متى يبقى إذلال الحكومة لهذا الشعب؟ يعني احنا حكيناها وقلناها وأكثر من مرة، يعني ثورة عارمة على كل العمائم وكل السياسيين وكل البرلمانيين، تبدأ من المنطقة الخضراء وعلى كل مقرات الأحزاب هاي المجرمة، وهاي المقرات الميليشياوية هاي المجرمة، وإنهاءها نهائيا تطلع من أرض العراق، وعدم تدخل أي إيراني بأمور العراق، لأن إيران دمرت العراق أستاذ عمر، ما بقى شيء بالعراق ينفع، إيران هي اللي قاعد تتحكم بينا، والحكومة راضية طبعا وموافقة على كل ما تقوم به إيران. ماكو واحد من الحكومة يقدر يطلع ويحكي حكاية ضد إيران. حكومة أستاذ عمر تستقرض مليارين ونص دولار من صندوق النقد الدولي، وتدخل للعراق كل أسبوع مليارين من واردات النفط. شنو هالفساد وشنو هالسرقة هاي؟ ويطلع العبادي يقول راح أعطيكم وظائف وراح أعطيكم مي صالح للشرب. ايش وقت انتم سويتوا شيء للشعب العراقي حتى هسه تطلعون من شفتوا ضاقت عليكم الامور؟ لا. المفروض تستمر المظاهرات، هاي التظاهرات هي الحل الوحيد. الحل الوحيد هو اذا ما صار نتيجه او اي حل تتدول القضيه استاذ عمر، ترفع للامم المتحده، كافي سكوت على هاي الطغمه المجرمه، دمرت البلد من 2003 الى هسه، ما شاف الشعب منهم اي خير نهائيا، المفروض انهائها نهائيا، قطعا لازم كلها تطلع من العراق. نعم. حضرتك. شكرا ابو ناصر من تركيا. معنا اتصال احمد من النجف، تفضل احمد. احمد وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. حياك الله يا اهلا بك. استاذ عمر، قضيه العراق قضيه مصيريه، فلازم الشعب العراقي كله يتوحد. نعم. سنه وشيعه، مسيح، يزيديين، صبه، حتى الاكراد، ضد هذول العملاء ايران بالضبط بالدرجه الاولى. بعدين نجي العملاء الدول البقيه. الشغله الثانيه ذول المراجع عندنا بالنجف 90% كلهم عملاء. كلهم عملاء، عندك يجمعوا على مطار النجف، مطار النجف ترى شغله سياسيه، رادوها التيار الصدري على ياب الشعب، قام فلش المطار، وهي ياكو مظاهرات فلش مطار، هي علم المطار خدمه الشعب له. نعم. احمد تسمعني؟ احمد؟ انقطع اتصال مع احمد من النجف. معنا اتصال ابو عمر من السليمانيه، تفضل ابو عمر. ابو عمر تسمعني؟ ابو عمر يبدو ان هناك مشكله في الاتصال. نقرا رسائل واتساب. يقول اخ عمر، هذا فعل العصابات. يقول سرايا السلام تنتقم من عصابات بدر والعصائب وبالعكس، لان العصابات واحد يعرف مراكز تخزين السلاح للآخر، بس الحكومة هيش طراطير كما يقول تافهين، لا كرامة ولا وطنية للبلد، والبلد تايه مثل الأطرش بالزفة كما يقول. رسالة يقول السلام عليكم، الميليشيات الإيرانية اتخذت من العاصمة بغداد وأطرافها مخازن لأنواع الأسلحة والأعتدة والصواريخ، فلا يخلو حي من أحياء بغداد من هذه الأكداس. الأحياء مقسمة ما بين ميليشيا العصائب وبدر والخرساني والكتائب وسرايا عاشوراء، وبعلم ومرأى الأجهزة الأمنية ولا يستطيع كما يقول أي جهاز أمني أن يتقرب من هذه المخازن. هناك أماكن في بغداد مخصصة لتفخيخ السيارات، وهناك أماكن في بغداد سرية متخصصة للتحقيق مع المختطفين وقتلهم ورميهم في الشوارع. لكل ميليشيا سجن خاص بها، طريق كربلاء النجف فيه 100 مكان، وهي مقرات للحرس الثوري وفيها أنواع الأسلحة. أبو صادق من بغداد. أبو عمر من السليمانية يعاود الاتصال معنا، تفضل أبو عمر.
أبو السلام عمر. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. والله أستاذ عمر، بالنسبة للتفجيرات اللي إذا تحصل هاي الأحداث الأعتداء قسما عظما، اللي دي يفجرها هو نفسه اللي دي يصدر قرارات من عنده ودي دي دي يخنق. الله يخليك وياك. نعم أبو عمر تفضل. أكو مشكلة في الاتصال مع أبو عمر. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نقرأ رسالة في الواتساب يقول: السلام عليكم، تحية لقناة الرافدين. هذا دلالة على ضعف الميليشيات والإيرانية ومخاوفهم من ثورة الشعب، حتى يكون السلاح في متناول اليد واستخدامه لقمع الشعب. نعم، يقول: السلام عليكم، احنا من الأنبار في هيت، القناة بدون صوت صار أكثر من شهر، يعني تقريبا أقل. يعني إحنا راح نطلع برومو بعد قليل يبين كيف أنه تستطيع إعادة القناة، حذف القناة وإعادة البحث على الريسيفر، ومن ثم البحث على التردد 1.2.3.8.0 أفقي، وإن شاء الله تطلع لك القناة صورة وصوت. نعم، مجلس محافظة صلاح الدين طالب بدمج عملياتها مع عمليات سامراء ورفع سيطرات ميليشيا الحشد، بالإضافة إلى تغيير مدير الاستخبارات. المجلس تحدث بأنه تم التصويت بالإجماع على دمج قيادتي عمليات صلاح الدين وسامراء تحت قيادة واحدة، وتغيير مدير استخبارات المحافظة، ورفع جميع سيطرات ميليشيا الحشد من مداخل ومخارج مدن المحافظة. يأتي ذلك بعد تردي الوضع الأمني في قضاء الدجيل بعد اغتيال ميليشيا الحشد لشيخين من عشيرة الخزرج بداية شهر آب الجاري، قام على إثره أبناء العشيرة بقطع الطريق الواصل بين بغداد والموصل. طبعا حظر الدجيل، يعني مصادر أمنية تحدثت في محافظة صلاح الدين بأن القوات الحكومية فرضت حظرا ليليا للتجوال في قضاء الدجيل ابتداء من اليوم، ويعني مفتوح ابتداء من اليوم، والتاريخ مفتوح ربما يستمر لأيام، لأن يعني الوضع معروف أنه اللي صار بالدجيل تم اتهام ميليشيا العصائب باغتيال شيخين من عشائر خزرج، وعلى أثرها طلعت العشيرة وبالسلاح وقطعت الطريق في الدجيل. رسالة يقول: لا حل للعراقيين إلا بقوة السلاح لإخراج العملاء والخونة. نعم، هنا أنا أخونا يقول: شكرا، ليش ما تجابون؟ بس أريد أعرف. يرسل رسائل صوتية، رسائل صوتية إحنا ما نقدر نشغلها هنا في الواتساب. تستطيع تتصل أخي مباشرة على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، الأرقام المباشرة الواتساب فقط لرسائل تعبر فيها عن رأيك، فقط تعبر فيها عن رأيك حول موضوع الحلقة اللي نتناول فيها موضوع أو أكثر من موضوع. تستطيع أن تكتب بسطر أو بسطرين تعبر بها عن رأيك، أما أنه ترسل رسائل صوتية فلا نستطيع عرضها مباشرة على القناة، أو مثلا ترسل مقاطع فيديو أو صور. خدمة الواتساب في برنامج صوتكم مخصصة فقط للتعبير عن آرائكم وتعليقاتكم حول موضوع الحلقة بسطر أو سطرين حتى نستطيع قراءتها. إذا عندك مقطع فيديو أنت مصوره بإيدك حول مظاهرات أو موضوع معين، تستطيع أن ترسله عبر خدمة اسمها خدمة أنت ترى عبر شاشة قناة الرافدين. طبعا
طبعا إحصائية يوم أمس لصحيفة أمريكية وهي ديجيتال جورنال الأمريكية تحدثت بأن البنك المركزي العراقي أقر بأن الحكومات المتعاقبة في بغداد جمعت ما يزيد عن 700 مليار دولار من عائلات النفط في الفترة الممتدة من عام 2005 ولغاية 2017. 700 مليار دولار بحسب هذه الصحيفة. تقول أهدرت 99.5% منها دون بيان جهة إنفاقها. يعني أكثر من 99% من الميزانيات بحسب هذه الصحيفة الأمريكية تم إهدارها على يد الحكومات المتعاقبة من العام 2005 ولغاية العام 2017. 99.5%، يعني أكثر من 99%، يعني الجماعة ما صار فين 1% على البلد بحسب الصحيفة من 2005 لغاية 2017. الصحيفة أكدت بأنه وبالرغم من كون العراق يعد ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في منظمة أوبك إلا أنه وفي ظل حكوماته المتوالية بعد 2003 صار واحدا من أكثر الدول فسادا في العالم. كذلك توصلت دراسة بحثية إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني من تبعات الأزمة المالية والفساد المالي والإداري ومشاكل طالت جميع قطاعات الدولة. قامت وقالت الدراسة التي حملت عنوان العقلية الريعية للحكومة تدمر الاقتصاد العراقي والتي عدها عدد من الباحثين والمختصين بأن الفساد المالي جعل اقتصاد العراق يعتمد على الموارد الطبيعية دون الحاجة إلى الاهتمام بتطويرها، الأمر الذي تسبب بإهمال الموارد الأخرى مثل القطاع الزراعي وتناقص نسبة الفلاحين في البلاد. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين التي ركزنا فيها حول انفجار كدس للأسلحة تابع لميليشيا الحشد في محافظة كربلاء، وشاهدنا بعض المناطق التي يعني توضح مدى يعني تدمير المنازل وكذلك انطلاق قذائف وصواريخ بسبب هذا الانفجار، وتحاول سيارات الإطفاء لغاية ساعة متأخرة من يوم أمس لإخماد الحرائق الناتجة عن هذا الانفجار. شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.